بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية الشكر موصول للإخوة الأساتذة الأفاضل على مداخلاتهم القيمة. قد لا يختلف اثنان على أن الشعوب العربية والإسلامية تعيش أزمات متعددة ومتنوعة وعلى كل المجالات والأصعدة، وتمر بين السنوات تلو السنوات دون أن نبحث عن حلول جذرية وجادة لهذه الأزمات التي تعيشها شعوبنا العربية والإسلامية. وإذا ما أمعنا النظر في الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمات، قد نجد ونتفق كذلك على أن الاستبداد هو السبب الرئيس في كل ما تعيشه الأمة. العرب كتبوا كثيرا عن الديمقراطية وتاريخها وآلياتها ومزاياها، ولكنهم لم يكتبوا بنفس الشكل عن نقيض هذه الديمقراطية الذي هو الاستبداد. فكما يقال، الأمور تعرف بأضدادها. لذلك سنخلص إلى خلاصة، هو أن الفكر العربي عموما حين بحث في مسألة الديمقراطية كان يبحث عن غائب ولم يلتفت إلى الحاضر الاستبدادي بطبيعة الحال. الكواكبي رحمه الله عرف السياسة بكونها تدبير الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة، وعرف الاستبداد بكونه التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى، وأكد أيضا أن أقصى درجات الاستبداد السياسي في التاريخ هو حكم الفرد المطلق الوارث للعرش والقائد للجيش والمتمتع بسلطة دينية. ولذلك وللخروج من هذه الأزمات التي تعيشها الأمة، والمغرب وبلدنا الحبيب جزء من هذه الشعوب العربية، يكتوي بما تكتوي به ويصطلي بما تصطلي به، لا بد أن نصل إلى لحظة يشعر فيها الجميع، وأقول الجميع، بضرورة التغيير، أن يقتنع الجميع بملحاحية وأهمية التغيير. وإلى حين اقتناع الجميع بهذه الضرورة، وإلى حين بلوغ هذه المرحلة التاريخية بامتياز، لا بد أن نمر عبر حوار الذي أعتبره حوارا ضرورة ملحة لتحرير النقاش السياسي من السقوف المفروضة والتي أعدت على مقاسات السلطة والقوى الراغبة في تأبيد هذه الأوضاع التي حصدت الإجماع على أنها متردية وغير مقبولة، إن على المستوى الاجتماعي وما يتعلق بمعيش الناس، أو على المستوى السياسي والمنجز في تدبير العلاقة بين النخب السياسية، وكذلك على المستوى الحقوقي وما يرتبط بتوسيع هامش الحريات والحقوق. كذلك إن بناء المستقبل والدفع في اتجاه تحول عميق، أو على الأقل تحقيق أكبر قدر من الإصلاحات، هو رهين بتقارب ملح وأكيد بين القوى السياسية الجادة التي تريد التغيير والتي تهدف إليه، والتي أنتجت في إطار دينامية مجتمعية حقيقية، وأسطر على حقيقية، غير مصطنعة ولا مفبركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.